النهارده هنتكلم عن الهيربس البسيط اللي هو الهيربس سمبلكس. هنتكلم عن شكل العدوى، شكل الاعراض، وطبعا روشتة قويه جدا للعلاج كالعاده. واخر الفيديو هنديكم كده حاجه من جوه البيت ازاي ممكن نشتغل عليها وازاي ممكن تخفف لنا الاعراض بشكل كبير. دي جوه الصيدليه وانا عمرو ابو بكر، ويلا بينا نبدا. يلا بينا. الهربس HSV، الهربس سمبلكس. الهربس سمبلكس ده في منه نوعين، في منه النوع الاول والنوع الثاني. كتير من الاحيان المصاب ما بيظهرش عليه اي اعراض رغم ان الفيروس موجود. الفيروس ده بيروح يستخبى جوه العقد العصبيه، وبالتالي مش بيكون ظاهر للجهاز المناعي، لكن لما مناعه الانسان بتقل ده بيحفز الفيروس انه يطلع من المخبأ بتاعه ويبدا يتكاثر. ساعتها بس بتبدا تظهر الاعراض. علشان كده بنلاقي ناس كتير اول ما يجيلهم شويه برد او شويه سخونه تبدا على طول تبدا تطلع عندهم الكولد سور او الهربس الفموي. تمام، انت ممكن يبقى عندك الفيروس ما تبقاش عارف، وممكن يقعد معاك بالسنين مش هيبدا يطلع الا لما مناعتك تقل، سواء بسبب مرض معين او بسبب ادوية انت بتاخدها. الادوية دي من دورها ان هي بتثبط المناعة. خلينا دلوقتي نبدأ نتكلم على الهربس الفموي، ونبدأ نتكلم عن اعراضه وروشتة العلاج من جوه الصيدلية. ايه هي الاعراض؟ اعراض الكولد سور او الهربس الفموي بتمر تقريبا بخمس مراحل، والناس اللي عندها كولد سور او الناس اللي جالها كولد سور هتبقى عارفة انا بتكلم عن ايه. المرحلة الاولى بتبدأ بنغز وحكة بسيطة قبل ظهور البثور تقريبا ب 24 ساعة. بعد 24 ساعة بنخش على المرحلة الثانية اللي هو تبدأ تطلع حبوب صغيرة. الحبوب دي تلاقيها مليانة بالسوائل، لو دست على واحدة كده تطلع منها شوية سوائل. المرحلة الثالثة البثور او الحبوب دي بتبدأ تنفجر وتبدأ السوائل اللي فيها تنزل وتنشف. المرحلة دي بيحصل فيها العدوى وممكن تعدي اي حد في المرحلة دي. المرحلة دي تقريبا بتاخد 3 ايام. نيجي على طول على المرحلة الرابعة، بتبدأ البثور دي تخف وبتكون قشرة، والقشرة دي بتخلي فيه حكة مش طبيعية وناس كتير بتقعد تهرش فيها لحد ما ينزل دم. المرحلة الخامسة القشرة دي بتقع لوحدها وخلاص كده خلصت. خلينا اقول لكم مع الاعراض دي بتيجي اعراض تانية مصاحبة بتكون شبه كتير جدا اعراض الانفلونزا، اللي هي زي ايه؟ زي تكسير في العضلات، سخونية، ألم وتعب، ويكون الناس أصلا يقولك أنا حاسس إن عندي برد. أنت ما بيبقاش عندك برد، أنت بيبقى عندك أعراض الهربس سمبلكس أو الهربس الفموي لو كان عندك. طيب إيه هو العلاج؟ خليني أقولك، أول ما يجيلك شوية برد أو سخونية وتاني يوم تبدأ تحس بشوية نغزة هنا أو شوية حكة حوالين الفم، تلحق نفسك أو تلحقي نفسك بسرعة وتطلعي على أقرب صيدلية وأقرب دكتور، تقول له دكتور اكتب لي أو أنا عايز منك زوفراكس كريم. هتاخد الكريم العلبة الصغيرة دي، هي هتكفيك. تبدأ تدهن منها 4 لـ5 مرات كل يوم، وكل ما تلحق نفسك بدري كل ما العلاج ده بيجيب نتيجة. بس كده لا، هنبدأ ناخد من عند زوفراكس حبوب بتركيز قد ايه؟ بتركيز 400 ميلي جرام. هناخد حبة الصبح وحبة بالليل لمدة قد ايه؟ لمدة 5 ايام. هل يا دكتور العلاج اللي انا باخده الزوفراكس ده اللي هو مضاد للفيروسات هل هيقتل الهربس؟ هقولك لا، هو مش هيقتل الهربس، بس هو اللي بيعمله انه هو بيقلل الاعراض وبيقلل ظهور الاعراض عليك وبيحجم الفيروس من انه هو يتكاثر بشكل كبير. بالشكل كده انت عالجته، بس ناقص لك حاجة واحدة، انه هو لما بتبدأ القشرة دي تنشف حاول تستخدم عليها حاجة زي البيبنتين او حاجة مرطبة عشان ما تقرفكش وما تبدأش تحك فيها بشكل كبير جدا، لان بغض النظر ان الموضوع بيكون مؤلم ومتعب الا ان هو بيكون شكله وحش، فانت بتبقى عايز تخلص منه باسرع وقت ممكن. مع الالم اللي انت بتحس بيه، لان الالم مرتبط بالاعصاب فانت بتحس بالم ونغزة قوية جدا، فانا انصح الناس كلها ان هي تاخد مسكن للالم، سواء كان فولترين، ممكن تاخد فولترين، ممكن تاخد حاجة زي الماكسجيسك، حاجة زي السبيدفين، كل الحاجات دي اذا كان بروفين او بروفين مع بنادول الاثنين مع بعض، او ممكن تاخد الفولترين او الكتافلام، اي مسكن عندك في البيت او عندك في البيت. ممكن تاخد حبة كل 8 ساعات او ناخد حبة قد ايه؟ ناخد حبة عند اللزوم. بالشكل كده احنا عالجنا الهربس او عالجنا الهربس الفموي وقللنا ظهور الاعراض بتاعته. زي ما قلت كل ما تبدا بدري اول يوم ليومين من العدوى الدواء ده بيجيب نتيجه وبتقل جدا ظهور الاعراض وما بتحسش بكل
الكركبة، كده نبقى خلصنا الهربس الفموي. طيب يلا بينا نروح دلوقتي على الهربس التناسلي. يلا بينا يلا بينا. عزيزي المشاهد، خليني أقولك إن هو الفيروس اللي هو فيروس الهربس الفموي ده هو كان بينتقل عن طريق إنك تلامس الشخص أو إنك تبوسه، لأن هو بيبقى موجود في اللعاب. أما الهربس التناسلي ده فهو لا ينتقل إلا عن طريق ممارسة الجنس، فهو هينتقل من شخص لآخر، من زوج لزوجة أو من حد للتاني عن طريق ممارسة الجنس. طيب لا يمكن انتقال الفيروس ده نتيجة استخدام مثلا حمام عمومي مثلا، لأن الفيروس ده مش بيعيش بره الجسم. تقريبا هو الجسم هو الحاضن الوحيد، أو من غير الجسم يا سبحان الله ما يقدرش يعيش. فأنت مش هتاخده من حمام مثلا. الأعراض يا سيدي الفاضل أو سيدتي الفاضلة بتكون تقريبا مشابهة جدا لأعراض الهربس الفموي، إلا أنها بتكون بثور منتشرة بشكل واسع، يعني بتكون عبارة عن بثور فيها سوائل منتشرة حوالين الجهاز التناسلي سواء للمرأة أو للرجل، بما فيها الأعضاء التناسلية والخصيتين المؤخرة، حتى بتوصل إن الراش بيوصل على الأفخاد وممكن يوصل حوالين فتحة الشرج، ومع السيدات ممكن يكون جوه المهبل على شكل قرحات أو شكل نتوءات. أوقات كتير بتكون الأعراض بس عبارة عن بثور زي ما احنا قلنا، أو نتوءات مليانة بالسوائل، بتبقى ألمها قوي جدا جدا، غير إن شكلها مقرف، غير إنها معدية جدا كمان. لكن أوقات كتير بيحصل نزول لإفرازات من القضيب أو من المهبل للسيدة، بتبقى إفرازات ملهاش لون ولهاش ريحة ومش معروف سببها. ده كمان بيعمل حرقان في البول للرجل والست مش طبيعي، وما بيكونش له علاقة بالأملاح، لكن بيكون حرقان مش طبيعي. كل الأعراض دي بتكون ملازمة لأعراض اللي احنا قلنا عليها أعراض الإنفلونزا، اللي هي إيه؟ اللي هي أعراض الصداع، الدوخة، السخونية، ألم في العضلات، والإجهاد العام. العلاج طبعا هنقول العلاج. العلاج هنا هناخد حاجة اسمها فالتريكس 500، اللي هو إيه؟ الفام سايكلوفير. هناخد حبة الصبح وحبة بالليل لمدة 5 أيام. هنجيب كمان كريم الزفراكس الدهان الكبير، هندهن منه على أماكن البثور دي 4 لـ5 مرات في اليوم. العلاج هيجيب نتيجة حلوة جدا في أول، زي ما احنا قلنا، أول يوم ليومين من ظهور العدوى. غير كده بيقعد شوية معاك، لكن يفضل إن احنا لازم نستخدم العلاج اللي قلنا عليه. المشكلة في الهربس مش موضوع إن هو شكله وحش أو بعدي أو مؤلم، مشكلة كمان إن هو لما بيتعالجش صح أو ما بيتعالجش ممكن يسبب مضاعفات، زي انه ممكن ينتقل من الام الحامل لابنها الرضيع اثناء الولاده، ولو وصل للطفل ممكن يسبب لا قدر الله تلف في الدماغ، وممكن يسبب الاصابه بالعمى. فناخد بالنا من الستات الحوامل اللي قاعدين معانا في البيت، ولازم احيانا كتير الدكتور بيكتب لهم في اخر الايام فالتريكس لو هم عندهم هربس. خلينا نقول كمان ان اغلب الادوية اللي انا قلت عليها دي مضاد للفيروسات، هي في بلاد كتير جدا هتكون لازم تتصرف من خلال وصفة طبية، وفي بلاد ممكن تاخدها عادي. طيب هل في حاجة من البيت يا سيد عمر ممكن استخدمها وممكن تجيب معي نتيجة؟ هقولك اوكي، احنا اتفقنا ان احنا عايزين نقلل ظهور الاعراض ونقلل الحكة والهيجان ونزود موضوع الهيلينج او نزود موضوع الالتئام، تمام؟ فممكن استخدم ايه من البيت؟ عندي خلطة حلوة جدا 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 ممكن تفيدكم في الموضوع ده. اول حاجة هي عجينة الشوفان. بنجيب شوفان نحط عليه مية دافية وبنعمله زي العجينة كده، وبنحطه على الاماكن اللي فيها البثور. الشوفان من الحاجات اللي بتقلل الالم وبتزود ما بتخليكش تحس اصلا باحساس الالم بشكل كبير. عندي ايه تاني؟ عندي كريم السبار الالوفيرا. ممكن اجيب الالوفيرا سواء اللي هي ورقة الالوفيرا واستخدمها كده على الاماكن اللي فيها بثور، وبعد كده يا اما استخدمها ككريم يا اما استخدمها كماسك وبعد كده اشيلها، سواء جبتها من الصيدلية او جبتها بشكل طبيعي، فهي حلوة جدا جدا جدا، انها بترطب وكمان ما بتخليش القشور اللي موجودة دي بتحك بشكل كبير، وكمان بتسرع موضوع الهيلينج او بتسرع موضوع الالتئام. بندهنه قد ايه؟ بندهن تقريبا من الكريم ده او من الجل نفسه، بندهن مرة كل 6 ساعات. بقى عندنا اخر حاجة عنا النهاردة اللي هو موضوع المانوكا هاني، عسل المانوكا، وكنت اتكلمت عنه بفيديو كامل قد ايه هو مهم. عسل المانوكا هنا ممكن نستخدمه بطريقتين. اول حاجة عسل المانوكا ممكن نستخدمه ان انا اخد المانوكا
وادهنها حوالي اخد من الملوكه واعملها كدهان وادهن حوالين البثور اللي هو ليه خصائص علاجيه اصلا مضاد للفيروسات ومضاد للبكتيريا، فهو هيسرع موضوع الهيلينج معايا وهيقلل التكاثر وهيقلل ظهور الاعراض تمام، وهيقلل كمان الالم ويزود موضوع الهيلينج او الالتئام. الحاجه الثانيه ان انت لما تاخد منه معلقتين، معلقه الصبح ومعلقه بالليل، ده كمان هيزود ويعلي المناعه في جسمك وبالتالي هيساعدك بشكل ثاني. طب ما تيجي نعمل حاجه مختلفه، احنا هنجيب الشوفان ونحط عليه صبار ونحط عليه معلقه من عسل المانوكا لو عندنا مانوكا، ندهن ثلاثة بعض ونبدأ نستخدمهم كايه؟ نبدأ نستخدمهم كعجينة او ككمادات او كأي حاجة من الحاجات دي، وهتلاقوا النتيجة مختلفة. اعزائي المشاهدين، دي كانت حلقة كاملة عن عدوى الهربس البسيط سواء الفموي او التناسلي. زي اخر كل حلقة، دمتم في نعمة، دمتم في صحة، دمتم في فضل من الله. اشوفكم على خير في حلقة جاية من جوه الصيدلية. كان معاكم عمرو ابو بكر. استنوا ثانية واحدة، لو عجبتك الحلقة والمحتوى اللي احنا بنقدمه فانت ممكن تساعدنا ان احنا نكمل ونحسن من اللي احنا بنقدمه. خلينا نشترك في القناة ونعمل شير للفيديو ده مع كل الناس اللي ممكن يهمهم الموضوع ده وممكن يستفيدوا منه ومنك. بيكم بنكبر وبيكم هنكمل ونكون احسن واحسن واحسن. شكرا. عمرو ابو بكر.